بالتأكيد سنتابع هذه الزيارة ومخرجاتها. طبعا للتذكير مشاهدينا الكرام، كنا معكم قبل قليل ونحن ننقل على الهواء مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار بن جوريون في مستهل زيارته إلى الشرق الأوسط، والتي بدأها بإسرائيل وقال فيها بأن علاقات قوية تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، وأشار أيضا إلى أنه سيتم بحث سبل مواجهة التحديات العالمية. وأضاف أيضا بايدن بأن حل الدولتين يحقق السلام والاستقرار في المنطقة. طبعا نحن معكم في هذه المراسم أو في نقل لهذه المراسم الرسمية التي يستقبل بها الإسرائيليون الرئيس الأمريكي جو بايدن. طبعا كنا قد شاهدنا بأن الاستقبال حضر فيه الرئيس الإسرائيلي وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أيضا كان موجود في مراسم الاستقبال. بالمناسبة أيضا لابيد قد تحدث بأن إسرائيل وواشنطن بحاجة إلى إعادة بناء تحالف عالمي قوي ضد إيران. وقال الرئيس الإسرائيلي أيضا في المؤتمر الصحفي بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل بأن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس الإسرائيلي أيضا أضاف عقب وصول بايدن إلى بلاده بأن الإسرائيليين سيبحثون التحديات الأمنية التي تفرضها إيران، وبالتأكيد في هذه النشرة سنتابع هذا الملف تحديدا. أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قال في كلمته بأن زيارة الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب هي زيارة تاريخية، وأيضا قال بأن واشنطن بحاجة إلى إعادة بناء تحالف عالمي قوي ضد إيران. طبعا الحديث بالتأكيد يتمحور بشكل كبير حول إيران والملف النووي الإيراني، وهو ما تابعناه وسنتابعه في كل ما نقدمه عبر ساعات الشرق للأخبار لكل هذا أو ما يتعلق في هذا الملف بالتحديد. أيضا أذكر بأن البيت الأبيض قال أو صرح قبل وصول بايدن بأن سوليفان وهو مستشار الأمن القومي الأمريكي بأنه أخطأ في التعبير بشأن إقامة قنصلية في القدس الشرقية. وأكد أيضا جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض بأن سوليفان أخطأ في التعبير بشأن رغبة الولايات المتحدة في إقامة قنصلية بالقدس الشرقية. طبعا نحن معكم في هذه اللقطات المباشرة لوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحديد من مطار بن جوريون في إسرائيل لهذه الزيارة التاريخية. طبعا بايدن في هذه الزيارة التي هي الأولى للمنطقة للرئيس الأمريكي جو بايدن بدأها بإسرائيل، بالتأكيد بعدها كما أكد سوليفان بأنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يوم الجمعة في مدينة جدة في السعودية، حيث وصل اليوم إلى إسرائيل في بداية هذه الزيارة التي ستعقد فيها أو من خلال هذه الزيارة قمة افتراضية تجمع الولايات المتحدة والإمارات والهند وإسرائيل، قمة افتراضية تبحث الأمن الغذائي. وأيضا ستبحث هذه الزيارة قمة أمريكية سعودية مع الملك سلمان وأيضا ولي عهده، وأيضا السعودية والأردن ومصر ستكون موجودة أيضا في هذه الزيارة وفي أجندة الرئيس الأمريكي. طبعا أذهب مباشرة إلى مطار بن غوريون ومراسل الشرق هناك في تل أبيب قاسم الخطيب. قاسم أهلا وسهلا، ضعنا في الصورة لو سمحت. انتهت مراسم استقبال الرئيس الأمريكي، انتقل الرئيس الأمريكي إلى المنطقة التي ستعرض فيها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي. الولايات المتحدة هي شريك تقريبا في أغلب هذه المنظومات، وتحديدا في شريك في منظومة القبة الحديدية التي قامت الولايات المتحدة بتمويلها، وهي عمليا شريكة فيها وفي إنتاجها. وكانت هناك حادثة أو كانت هناك نقطة خلال الفترة الماضية عندما احتاجت إسرائيل للمزيد من صواريخ منظومة القبة الحديدية، وكان هناك مشكلة في الحصول عليها بسبب العلاقات السيئة التي كانت في مرحلة الحكومات السابقة، وعمل الرئيس بايدن على حل هذه المشكلة. وبالتالي هذا واحدة من الأسباب ربما حول الكلمات الترحيبية الغارقة في الحميمية التي سمعناها قبل قليل في هذا المكان. إسرائيل ستعرض أمام الرئيس بايدن أيضا منظومة دفاعية جديدة تعمل على تقنية الليزر في هذه المرحلة. هذه المنظومة هي من تمويل ومن
بإنتاج إسرائيلي. هناك طموح إسرائيلي أن تكون مستقبلا هناك دعم أمريكي لهذه المنظومة. سيكون هناك أيضا أو في هذه اللحظات سيتم إعطاء الرئيس بايدن نوعا من الإيجاز الأمني من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي. مفروض أن يكون إيجاز قصير جدا، يتحدث أيضا عن هذه المنظومات، ولكن يتحدث عن معلومات استخباراتية جديدة موجودة لدى إسرائيل في مواضيع شتى سيتم دراستها أو سيتم الحديث عنها خلال هذه الزيارة. البرنامج لهذه الليلة الانتقال من هنا من المطار إلى القدس، إلى متحف النازية أو متحف المحرقة، ومن ثم إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فندق الملك داود. بالمجمل هناك مجموعة من النقاط يمكن الحديث عنها، سنتحدث عنها قاسم، لكن نريد أن أسألك أيضا عن ماذا ينظر في الداخل الإسرائيلي إلى الأبعاد التاريخية لهذه الزيارة. يعني ذكرت في جدول زيارات الرئيس جو بايدن برفقة رئيس الوزراء سيزور المحرقة، كيف ينظر الإسرائيليون لمعنى هذه الزيارات أو ما سيقوم به الرئيس جو بايدن على الأراضي الإسرائيلية؟ إذا أردنا أن نأخذ مقياسا لبناء جواب الزيارات الماضية للرؤساء الأمريكيين إلى إسرائيل، يمكن القول أن كل زيارة لأي رئيس أمريكي إلى إسرائيل هي حدث غير عادي في إسرائيل بشكل عام، وأيضا في المنظومة السياسية، المنظومة العسكرية، في المنظومة الاجتماعية، وفي حديث الشارع وفي الصحف الإسرائيلية. هناك قناعة أو الحديث الذي بالعادة يتحدث به المسؤولون الإسرائيليون سواء السياسيون أو العسكريون عن موضوع أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة وعن عمق العلاقات مع الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة هي الشريك الأقوى لإسرائيل في العالم. هذه ليست مجرد خطابات ربما في الشارع الإسرائيلي، هناك تقريبا قناعة عند كل إسرائيلي بأهمية هذه العلاقات، وبالتالي العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في هذا الجانب، وأيضا لوجود أعداد كبيرة من اليهود في الولايات المتحدة لهم علاقات اجتماعية مع اليهود المتواجدون هنا في إسرائيل. وبالتالي موضوع العلاقة في الشارع الإسرائيلي مع الولايات المتحدة هو موضوع في غاية الأهمية حتى على الصعيد الإسرائيلي العادي أو البسيط. طيب قاسم، بالنسبة للنقاط التي كنت تود أن تتحدث عنها، مجرد وصول الرئيس بايدن إلى إسرائيل في هذه المرحلة هو حدث مهم في ذاته بسبب ما حدث في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية خلال الفترة الماضية، وبسبب التهم التي كانت موجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بأنه اقتصر علاقة دولة إسرائيل مع الجناح الجمهوري في السياسة الأمريكية، وبالتالي هذه واحدة من النقاط الأساسية. الإعلان الأمريكي الإسرائيلي فيما يسمى إعلان القدس أو وثيقة القدس حول التزام مجدد الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وحول التزام الولايات المتحدة بعدم امتلاك إيران السلاح النووي، هذه أيضا موضوع مهم جدا، وعن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها بنفسها، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويدها بما يتطلب ذلك. ولكن بما أننا نتحدث عن حكومة تسيير أعمال وحكومة مؤقتة، ما شاهدناه هنا قبل أقل من نصف ساعة الرئيس الوزراء الحكومة المؤقتة لبيد يسير مع الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي يقوم بوضع يده على كتف هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقتة. هذه عمليا بداية المعركة الانتخابية الإسرائيلية القادمة بكل قوة، خصوصا وأن رئيس الوزراء السابق المنافس الرئيس للبيد كان يجلس ضمن الجمهور كشخص عادي. وهذا في إشارة إلى أن هذه الزيارة من الممكن أيضا أن تنعكس على الداخل الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك قاسم الخطيب حتى هذه اللحظة، وبالتأكيد ستكون أو نكون معك أيضا في متابعة لكل مجريات هذه الزيارة. شكرا جزيلا. الملف النووي الإيراني سيكون حاضرا خلال محادثات الرئيس الأمريكي في المنطقة، لا سيما في إسرائيل، خاصة في ظل تلاشي الآمال تقريبا في إمكانية التوصل لاتفاق نووي ترفضه تل أبيب جملة وتفصيلا. ملفات ثقيلة يحملها في جعبته خلال زيارته إلى المنطقة، يريد الكثير ومطلوب منه أيضا الكثير، والملف النووي حاضر بقوة
في محطات جولته الشرق أوسطية. كل المؤشرات التي تدعمها تصريحات العواصم المعنية بملف إيران النووي تقول إن التوصل لاتفاق مع طهران بات بعيد المنال. الوكالة الذرية مع ما أفرجت عنه من معلومات تعكس تجاهل إيران تماما لمطالب الغرب وتخصيبها اليورانيوم بأجهزة متطورة في منشأة فوردو وبنسب تصل إلى 20%، نسب يخشاها الجميع وتضع إيران على مسار الوصول للسلاح النووي، رغم نفي المسؤولين في إيران المتكرر حيال هذا الأمر. نحن لا نسعى وراء الأسلحة النووية ولا مكان لهذه الأسلحة في استراتيجيتنا الدفاعية. هذا الواقع سيفرض على واشنطن والشركاء سواء في الغرب أو في المنطقة بناء تحالفات جديدة تحضيرا للسيناريو الأسوأ. فدول المنطقة لا يزعجها فقط برنامج إيران النووي، وإنما برامجها الصاروخية وسلوك وكلائها في المنطقة. الجدل الأمريكي الداخلي الذي أفضى إلى انسحاب أمريكي تدريجي من المنطقة دفع إيران لملء الفراغات وسط حالة من عدم اليقين تجاه واشنطن من جانب حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة. مع ما تشهده الساحة الدولية من حالة استقطاب وربما احتقان، وجدت واشنطن نفسها بحاجة إلى إعادة الدفء إلى علاقاتها مع دول المنطقة بعد فترة من البرود. حتى وإن أمكن التوصل اتفاق نووي مع إيران، فإن ذلك لن يشكل بداية النهاية للأزمة مع طهران، في ظل تهديدات إسرائيلية متكررة بالتحرك وبشكل منفرد لتعطيل أي مساع إيرانية لامتلاك نووي، رغم التعهدات الأمريكية المتكررة بهذا الشأن. كلانا ملتزم وكلانا مصمم على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. يذكرنا عدوان روسيا على أوكرانيا بأهمية ذلك. إن إيران التي تمتلك سلاحا نوويا أو القدرة على صنع سلاح نووي في غضون مهلة قصيرة ستصبح أكثر عدوانية، وستعتقد أنها يمكن أن تتصرف بإحساس زائف بالإفلات من العقاب. يبقى ملف إيران من الملفات الشائكة المعنية فيه أي إدارة أمريكية التي تتحمل مسؤولية تحقيق التوازن بين مخاوفها ومخاوف دول المنطقة وما تفرضه تطورات العالم المتلاحقة لا سيما الاقتصادية منها. من واشنطن يلتحق بنا عبر تطبيق زوم السيد كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية سابقا. سيد كوبر أهلا وسهلا بك معنا. يعني أريد أن أسألك بوضوح، ما الذي يحمله بايدن في جعبته في هذه الزيارة، والذي من الممكن أن يحدث مقاربة ما بين ما تريده إسرائيل بأن لا تمتلك إيران سلاح نووي وهذا ما قد يدفعها للتدخل بشكل فردي إن حصل، وما بين لملمة ملفات المنطقة ويعني وضع أو جعل هناك تقارب مع إيران بشكل أو بآخر؟ إن رئيس بايدن يريد أن يساهم في الاستقرار في المنطقة، إذن بما أن رئيس بايدن يريد المساهمة في الاستقرار في إدارة العلاقات مع دول الشرق الأوسطية ودولة إسرائيل أيضا، فبالإضافة إلى ما سوف يكون من بيان القدس حيث سوف يتم تأكيد على التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة وأيضا لنفي أو إدانة القدرات النووية لإيران، فإن رئيس أيضا سوف يؤكد على جميع الالتزامات التي تم تقديمهم من قبل إدارة رئيس بايدن من اتفاقيات أبراهام وأيضا قرار الإدارة السابقة لضم إسرائيل إلى غرفة العمليات المشتركة للقوات الأمريكية في المناطق الأوروبية، فإن ذلك أيضا سوف يترافق بإعادة النظر في العلاقات بين الدولتين، فإن اتفاقية أبراهام كانت اتفاقية متبادلة مع بعض الدول العربي وإسرائيل، فإن هذا التوسع بالإضافة إلى قرار ضم القوات الإسرائيلية إلى غرفة العمليات ساندكوم، كل ذلك أيضا أدى إلى توسيع الشراكة الأمنية بين الدولتين، حيث الكوادر العسكرية الآن يقدرون على تنظيم المناورات روتينيا، فإن الآليات لتحسين التعاون، وأيضا يجب الإشارة إلى أن هناك سياسات منذ إدارة ريغان ورئيس الوزراء رابين حيث تم إنشاء غرفة العمليات المشتركة أو فريق العمل الأمنية مشتركا، فإن ذلك كان يساهم في معالجة التحديات المشتركة، فبطبع هذه التحديات قد تغيرت طبيعتها بما أننا نواجه الآن خطرا ناتجا عن إيران.
طيب السيد كوبر، يعني أريد أن أسألك بوضوح، ألا يمكن اعتبار الولايات المتحدة بأنها فاقدة للشيء ولا يمكنها أن تعطيه، وذلك باعتبار أن الولايات المتحدة لم تستطع طوال فترة طويلة أن تعيد إيران إلى الملف النووي الإيراني؟ هناك خلافات ما بين الولايات المتحدة وإيران في هذا الموضوع تحديدا، إيران تريد أن تحقق بعض الأمور والطلبات، الولايات المتحدة ترى بأن هذه الطلبات غير منطقية ولا يمكن تحقيقها. الولايات المتحدة مع كل دول المنطقة، مع هذه الجولات والقمم التي ستعقد مع بعض الدول العربية والخليجية، كيف من الممكن أن تظهر بربما موقف موحد ليس فيه مواجهة بشكل كبير، ولكن يحث إيران أو يدفعها للعودة إلى الاتفاق النووي وهو ما تريده الولايات المتحدة؟ إذن كما أشرت إليه سابقا، فإن الرئيس بايدن يتوفر لديه عدد من الآليات الآن لتحسين العلاقات. ما يحتاج إلى القيام به خلال هذه الزيارات هو التأكيد على الالتزام الأمريكي المستمر أمام كل المنطقة، أمام الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق باستقرار ورفاهية هذه المنطقة. فمجددا حتى 2020 عندما تم توقيع اتفاقية أبراهام بين دولة الإمارات والبحرين وإسرائيل، فلم يكن هناك أي صلات شخصية ورسمية بين هذه الدول وإسرائيل، ولكن الدولة الإسرائيلية بعد دم القوات المسلحة في إطار غرفة عمليات سان كوم بالإضافة إلى تعزيز الصلات مع هذه الدول العربية، فقبل توقيع هذه الاتفاقية لم يكن هناك أي نظر أو اعتبار إمكانية التعاون الأمني. ولكن كما قلتم، فإن إدارة الرئيس بايدن والمجهودات لإنعاش صفقة نووية مع إيران، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن إيران ووكلاء إيران مثل حركة حزب الله، وبالطبع الغارات الصاروخية وباستخدام الطائرات المسيرة من قبل جماعة الحوثي، فكل هذه التحديات أيضا تتم الإشارة إليها في إطار رفع التطلبات والقدرات الدفاعية للدولة الإسرائيلية. ولكنهم أيضا يشيرون إلى إمكانية الدمج في أنظمة الدفاع الصاروخية على مستوى كل المنطقة في إطار غرفة عمليات موحدة. فمجددا، بما أن رئيس بايدن يقضي وقتا ليس فقط في إسرائيل، ولكن أيضا عندما سيزور قمة مجلس التعاون الخليجي، فهو سوف يستمع إلى كون الولايات المتحدة تحتاج إلى الحفاظ على الانخراط المباشر، وليس فقط في إطار اتفاقية إبراهام، ولكن أيضا فيما يتعلق بالالتزام أمام الأمن في الشرق الأوسط. وكيف ترى إمكانية أن يكون هذا الدمج حقيقة موجودة على أرض الواقع، الدمج الذي تحدثت عنه والذي من الممكن أن يضع حد على الأقل تدخلات إيران في المنطقة، أذرعها الموجودة في كافة المنطقة، بالتحديد أيضا في سوريا التي تشكل تهديد بشكل أو بآخر إلى أو على إسرائيل؟ إذن فإن هذه التهديدات الناتجة عن طهران مستمرة، وهي يتم إنشاؤها وليس فقط عبر طهران ولكن عبر الوكلاء مثل حركة حزب الله وجماعة حوثي. ولكننا لا ننظر إلى هذه التحديات، ولكننا نحتاج إلى الدفاعات المشتركة، فإن الزعماء سوف يعترفون. فنحن أيضا استمعنا للكثير من التصريحات أخيرا من هذه المنطقة، أن الدول يجب أن تتكيف وتندمج في إطار الأنظمة المشتركة في مجال الأمن. فلا يدور الحديث عن الحلف الجديد أو عضوية كاملة وشاملة أو الاندماج الكامل، فإنما سيحدث يجب أن يؤدي إلى تلبية التوقعات السابقة بشأن أن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على لعب دور نشاط. فإن رئيس بايدن سوف يستمع إلى هذه الدعوات خلال هذه الزيارة، فيجب أن يكون هناك دورة تنسيق من قبل الولايات المتحدة وتبادل المعلومات بما في ذلك توزيع هذه المعطيات أمام دول المنطقة لكي تكون هذه الآليات أكثر فعالية. لا يمكن بأي شكل يعني إغفال القضية الفلسطينية، والرئيس الأمريكي قد بدأ هذه الزيارة من إسرائيل. كيف ترى انعكاس هذه الزيارة لما يطمح إليه الفلسطينيون على مر التاريخ من قبل الولايات المتحدة في أن تكون ربما لاعب مهم في إحداث تغيير
وما يحدث فرق على أرض الواقع ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إن الشيء الذي يجب أن نأخذه بالحسبان هو أن الظروف هذا العام، فإن الظروف الحالية بالمقارنة مع الإدارات السابقة أو رؤساء وزراء سابقين في إسرائيل، فإننا يجب أن نشير إلى نقص التنسيق بين الأطراف الفلسطينية بما في ذلك عدم التعاون، فإن ذلك أمر يرجع سببه إلى نقص حسن إدارة هذا النزاع بالإضافة إلى بعض المشكلات الداخلية في البيت الفلسطيني. فأنا قد أقول لكم، فأنا أعرف الكثير من التصريحات والتعبير عن الإحباط من قبل الدول العربية لأنها لا تقدر على أن يكون هناك موقف موحد من طرف الفصائل الفلسطينية بشأن هذا النزاع، فإن ذلك أيضا يؤدي إلى تدهور في قدرة الطرف الفلسطيني بشأن التفاوض، فإن ذلك أيضا يربك الفضاء العملياتي لجميع الأطراف التي تريد أن تساهم في تسوية هذا الصراع، إما عبر إرسال المساعدات الإنسانية أو المساهمة في حال الدولتين. شكرا جزيلا لك السيد كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية السابق، كنت معنا من واشنطن. منذ عام 1967 يتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مقلصا فرص حل الدولتين الذي يحقق حلم الفلسطينيين بإنشاء دولتهم بعد عقود من الاحتلال. من هذه النقطة البيضاء الواقعة جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية توسع الاستيطان الإسرائيلي. إنها مستوطنة كفر عتصيون التي وضعت إسرائيل حجر الأساس لها عام 1967، كانت المستوطنة الأولى، ومن بعدها توسع الاستيطان ليبلغ نشاطه ذروته بدءا من فترة السبعينيات وما تلاها مع صعود حزب الليكود، لكنه انخفض بوتيرة حادة مطلع التسعينيات مدفوعا بانطلاق عملية السلام، إلى حد أن الإحصاءات الفلسطينية لم تسجل إنشاء مستوطنة واحدة في 3 سنوات. لاحقا تعطلت جهود السلام وتوغل الاستيطان حتى التهم قرابة 10% من إجمالي أراضي الضفة الغربية، رغم أنه يبسط نفوذه على قرابة 52% من مساحتها. بحلول عام 2021 بلغ عدد المستوطنات 151 مستوطنة، إلى جانب مناطق أخرى تصنف بؤراً مأهولة واستعمارية وفق مركز الإحصاء الفلسطيني. اليوم يسكنها قرابة 713 ألف مستوطن، 47% منهم يستوطنون القدس. على الأرض يعيش في الضفة الغربية 23 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، ولما كانت القدس جاذبة للمستوطنين فإن هذا الرقم يرتفع فيها ليبلغ 71 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني بحسب تقديرات مركز الإحصاء في رام الله. لاستقطاب المستوطنين تقدم إسرائيل لهم امتيازات عدة، بدءاً من السكن مروراً بفرص العمل وليس انتهاءً بالأسعار المخفضة والحماية من الجيش. في العرف الدولي تصنف القرارات الأممية هذه المستوطنات باعتبارها غير شرعية وغير قانونية وجريمة حرب، فبحسب قرار مجلس الأمن 242 الصادر عقب حرب عام 1967 تضرب المستوطنات حل الدولتين بعرض الحائط. القرار نص على إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب وفقا لحدود ما قبل الحرب، لكن على مر السنوات بقي الموقف الإسرائيلي المعلن من هذا القرار متذبذباً. إذا حصلنا على ضمان بنزع السلاح والترتيبات الأمنية اللازمة لإسرائيل وإذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، فسنكون مستعدين لترتيب سلام حقيقي للتوصل إلى حل فلسطيني منزوع السلاح وإقامة دولة إلى جانب الدولة اليهودية. بعد سنوات قليلة تنصل بنيامين نتنياهو من تصريحه هذا، بل بات مقترح ضم المستوطنات إلى إسرائيل طعماً انتخابياً لكسب الأصوات. المقترح الذي سيضفي شرعية رسمية على المستوطنات لن يغير من الواقع شيء، فهناك السيطرة الفعلية الأمنية والسياسية لإسرائيل دون سواها. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي.